أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجاب، ورجعنا لكم بحلقة جديدة بوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. طبعا مشكورين أعزائي المشاهدين الكرام على كل تفاعلكم في الحلقة الماضية، كانت حلقة التورتيلا المكسيكية. مشكورين لكل المسجات اللي جربوا الوصفة ونشحت معهم، طبعا كلها قريناها خصوصا كانت على عبر الصفحة أو أيضا عبر الخاص اللي بعتوهونا أيضا عبر صفحة سفرتنا، بارك الله فيكم. طبعا هذه الشهادة نعتزوا بها أن الوصفة نشحت معكم، فهذا احنا نقول لك يعني مبسوطين من النتيجة، وهذا يعطينا دائما أمانة وقوف قدام الكاميرا أن احنا بنحاول ديما نعطوكم الوصفات السهلة والسلسة حتى تعجبكم وتكون مرنة معكم في المطبخ. اليوم طبعا اخترت لكم وصفة حلويات، ولكن حتكون حلو أنا طلب مني للأمانة بفترة ماضية عبر الهواء مباشر طلبوه مني، هي طبعا وصفة الجيلاتي، ولكن احنا مش حنديروا جيلاتي بس، لا بنديروا جيلاتي وحنحولوه لكيكة، حاجة كي منعشة مناسبة جدا للأجواء، هي الأجواء لمة العائلة في العشية تبغى حاجة تبرد، من الوصفات الجميلة جدا. واخترت لكم أيضا وصفة مرنة جدا في المطبخ، حتكون أيضا ممتعة في التحضير. هنحضر اليوم مع بعضنا أعزائي المشاهدين الكرام، وصفة الكيكة الجيلاتي، وصفة صفية ومنعشة بامتياز. طبعا أحبائي نحب نذكركم احنا على الهواء مباشر، وحابين انكم تتواصلوا معنا بإمكانكم انكم تراسلونا عبر الأرقام الموجودة عبر الشاشة 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 وبإمكانكم كذلك أعزائي مشاهدينكم تواصلوا معنا عبر أرقام الواتس أمامكم أيضا على الشاشة. حابين تواصلوا معنا عبر الواتساب بإمكانكم أنكم ترسلونها عبر الأرقام المتاحة أمامكم. طبعا خلينا نسمو بسم الله حتى نحضر اليوم كي وصفتنا. طبعا اكسايدت الوصفه كي متحمس لها، شوفوا بعض الكومنتات على الشاشه حتى نحضروها مع بعض. بالنسبه لوصفه كيكه الجيلاتي نحتاج لي مكونات امامكم لو حابينكم تدونوها. تورته جيلاتي احنا حنسمونها هي على شكل تورته اكثر، نحتاج لي 400 جرام من اي نوع بسكوتي ساده، عليهم 200 جرام من الزبده، لترة من الكريمة الفريش، علبة من الحليب المكتف المحلى، 2 ملاعق كبار من الجيلاتين، ملعقة من الفانيليا، 3 ملاعق كبيرة من أي نوع شوكولاتة عندكم. للتقديم نحتاج لبسكوتي رول وافر اللي هو أمامكم زي ما شايفين، لو حابين شوية كرز شوية فواكه أيضا بإمكانكم تحطوها. الوصفة شايفين مكوناتها على قدش ما هيش كبيرة، يعني مكوناتها أعتقد شوية، ولكن الفكرة في طريقة تحضيرها كيف حنحضروها بطريقة جميلة جدا وأيضا ممتعة في الشغل. طبعا البسكوت السادة أي نوع أنتم حابينه أو متاح عندكم، بسكوت داجستف يمشي، شعير، بسكوت العادي، بسكوت مثلا بالشوكولاتة، يعني أي نوع بسكوت أنتم تحبوه أهم شيء يكون سادة ممكن تستخدموه عادي جدا. هنجيب محضرة الطعام او اللي هي الفود بروسيسور او ما تعرف عندنا احنا بالعاميه ست البيت، نبي ناخذ كميه البسكوت بتاعنا اللي هي 400 جرام، حنحطوه بالشكل هذا ونبو نطحنوا البسكوت بتاعنا. لكن نكسر الماشين تتسكر عندي. بسم الله هزة بس بتأكد ان كل البسكوت عندي مطحن.
الحين البسكوت اللي بتاعنا زي ما شايفين عندنا بس القطع هي ما زال ما انطحنتش، ممكن نفترسها شويه بس تنطحن مع بعض لان كميه شويه كبيره بحكم 400 جرام. تمام، الحين البسكوت بتاعنا لين ولا مرحي زي ما انتم شايفين بالكيفيه هي اللي طحنا اخيرا بس ظلم يكون ناعم شوي. تمام، بعد ما رحينا البسكوت بتاعنا نبغى ناخذه وبنحطوه في صحن. طيب احنا هيك درنا الجزئيه الاولى، نتمنى انكم تمشوا بالخطوات زي ما انتم ماشي معكم بالضبط باش يجي الشغل سلس وايضا مرن عندكم. عندنا تو احنا البسكوت شايفين تو بعد ما طحناه بنجو تو للزبده. الزبده طبعا هنا انا عندي 400 جرام، ديما كيال الزبده في الجيس كيك او في الارض اي ارضيه بتكون عندي باش تنقص معي وما بوش اي حاجات تتفترش والى ذلك، لازم اني انا كيال كميه الدهن تكون نص كميه البسكوت بتاعنا. انا عندي 400 جرام من البسكوت يعني 200 جرام من الزبده. نبغى ناخذ طبعا الزبده بندوبوها يا اما في مايكروويف او على النار. انا طبعا حنستخدمها على النار، هنا في كاسرولة حنحط اول 100 جرام والثاني 100 جرام اللي هي طبعا 200 جرام من الزبده. ويفضل استخدموا مارجرين مش زبده الحيوانيه باش ما تنحرقش منكم وتكون طعمتها اخف شويه. نبغى احنا كيكه جيلاتي تكون منعشه ما تكونش دسمه عندكم. بندوب تو احنا هنا زبده في الكاسرول عندكم هنا او في تنجرة صغيرة بحيث تدوب عندنا زبدة. تمام، بسرعة ما تدوب ما تاخدش وقت. يا اما على النار زي ما انا ما درت توا او في الميكروويف، يعني في الحالتين مهم احنا نبغى ندوبوا الزبدة. بتستخدموا زبده حيوانيه عادي لكن انا يفضل يكون المارجرين مازال اخف شويه من طعمه ال الزبده الحيوانيه الباتر العاديه يعني. اما بيش الزبده تنحرق قاعد ندوب فيها على النار. طبعا بوش احنا تسخن مجرد انها هيك دابت شويه. رانا قاعد ندوب فيها على نار هاديه. طيب ناخذ الزبده هي دوبناها نحطها على البسكوت وناخذ معنا اتصال من اخت ليلى. السلام عليكم. اسعد الله مساك اختي ليلى، مساك طيب وعليكم السلام ورحمه الله. جميعا نهارك طيب، شو الاخبار اختي ليلى؟ ان شاء الله بخير يا رب. نهارك طيب. اخوي شيف طلب منك طاجين اليوناني وطاجين الباشا. طاجين اليوناني والطاجين الثاني شنو هو؟ باشا. طاجين الباشا. ايه وعفوا انا طلبت منك البصل ما عطيتهوليش الحلقات الماضيه. البصل مظبوط صح، انا طبعا حنسميه لك تو الان طريقه البصل وكذلك الطاجين اليوناني. هو معلش بس طاجين الباشا طاجين الباشا كيف فكرته بس ممكن ولا في اختلاف في المسميات؟ يعني سامع به لكن ما مش هيبته الصراحة، لكن سامع به. هو للأمانة صدقة راح أول مرة نسمع به بصراحة. ممكن يكون عنده ليه اسم ثاني مرات ممكن غير طاجين الباشا. وأنا سمعته من شيف يعني ذكرى. ممكن بالك يكون ابتكار. ممكن ربما بالك مرات يكون توفيق. تو عندنا داوود باشا اللي هي طبعا جي كرات الحمى هي وصفة بروحها. في لفائف الباشا اللي هي طبعا جي زي الكريب ملفوفه بالدجاج بعدين مقليه، اما وفي مخده الباشا، اما هيك طاجين الباشا شوي يعني في باشا وعساكره حتى هو وبعض من الوصفات. انت قاعد تعطيني فكره الطاجين بس نعطيك انا طريقته، ممكن لو تعطيني فكره مرات لي اسم ثاني. ما عنديش عليه فكره، انا طلبتها منك ما عنديش عليه فكره.
تمام بقى، احنا تو نزيد يعني نبحث على الموضوع، هو مرات تكون عندنا لكن بغير اسم الوصفه ما حنديروه باذن الله. اما بالنسبه للطاجين اليوناني الجريك الطاجين او البصل هذا حنسموه تو باذن الله. عندك سؤال ثاني اختي ليلى؟ يبدو ان انفصل الخاص، نتمنى اختي ليلى ترجع تتواصل معنا باذن الله. حنسموه لها طريقه البصل بالضبط كيف يجي مقرمش. شفتوا لو احنا البسكوت كيف لك عندي زي الرمله. انا عاده اللي بدي عندي الجيس كيك نضيفوا لها هون في شويه مي سخونه وشويه زيت لو تتفكروا. انا هنا مش حندي لان جيلاتي بيكون شويه قوامه سائل، فهو حيرجع يشرب لي من البسكوت بتاعنا. تو الفكره شنو بنديره؟ احنا بنجيب البورد بتاعي. لا اوكي تمام لقينا. بنجيب تو هنا هي القاعده بصراحه لا نستغنى عليها للامانه. بنجيب تو هنا السيركل هادي او الكادر، هو متوفر طبعا عندكم الكادر هذا كويس وننصحكم به. هو ما عندكمش حتى طاجين جيس كيك عادي نحو من القاعده تمام، غير هذا مازال يساعدكم في الشغل اكثر. وديما فضلوا البورد هادي تنباع في مستلزمات الحلويات، سعرها رمزي جدا، تساعد عليكم في الشغل. وبنجيب تحتها صونيه بنحطها فوق صونيه، لو بنحطها بروحها وبنقيم هيك جيلاتي حيطلع من الجناب، فبش بدي حركتي كلها نقيم في الصونيه للوطه في النقل. بنجيب تو هنا الطاجين بتاعنا. تو هنا بتوسعوا بالكم شوي، انا عشان بدات بالخطوه هي الاولى، لان تبي شوي رواق وتوسيعه بال. الحشوه هي او الارضيه بنخليها على جنب، بنجيبوا تو البسكوتي لو تتفكروا بنوقفها من الجناب، لو ما وقف ليش معناها بنساعد بالبسكوتي لطحنها. عباره عن بنجيب البسكوتي هنا وبنوقفها من الجناب زي ما انتم شايفين، مش عارف باين عندكم ولا لا، هيك بنوقفوه على حوالين داير الكادر بتاعنا. بيطيح زي توا، احنا تو شو بنديره توا هنا، وهذه الخطوه هيك عايزك تكتب وسعة بال. بنجيب توا هنا البسكوتي بتاعنا اللي طحناه، بنجيبه ملعقه وبنبدا نفرش في الارضيه. يعني هنا تو هنا بناخذ هيك شويه من البسكوتي وبنحط هيك من الزوايد، بحيث هو بيثبت لي بعدين البسكوتيات المجناب، بعدين نحط كل الكميه. مش عارف انها تحط لكم الفكره او الرؤيه ولا لا، لكن حنزيد نشرح حالها. تو حطينا شويه هنا بسكوتي صح؟ تو بنزيد بنوقف انا هما في جنب بعضهم هيك، بنوقفهم هيك طابور في جنب بعضهم. وبنثبتهم بالبسكوتي اللي درناه قبل شويه. تمام؟ الارضيه اللي درناها. هي خطوه مرنه، غير تبي شويه هيك مش باستعجال، يعني تبي شوية ثبات زي توك. يا بداية بنحاول اننا نثبتهم بالكيفية هذه. ولو احنا مثلا حطينا البسكوتي وبعدين رشقناهم في خلل هنا بيصير شنو هو؟ ان الجيلاتي هو قوامه سائل شويه بيطلع من جناب البسكوتي، يعني كأننا ما درنا شيء، فهذا علاش الفكره هي يعني افضلها يعني نتيجه، لكن زي ما قلت لكم تبيك شويه توسعة بال وهدوء في حركه صوابع ايديكم، تكون شويه بهدوء اكثر. هو اول صربوط بس راي تعب، بعدين تقدروا بعدين تكملوهم كلهم. وعاشوا بسكوت تحتوه بناش نديروا له ميه سخونه ولا زيت، نبوز زي الرمله لانه يساعدني اكثر في الشغل. تبتوهم. ممكن لو عندكم حد هيك من الاطفال هيك في المطبخ تعطوهم هم المسؤوليه. عارف احنا مرات ما فيش وسعه بال، ممكن يساعدوا كيف الشغل شويه. طيب انا قاعد نفرش راه من الجناب بس باش نثبتوا شنو البسكوتي بتاعنا. طبعا مش شرط بسكوتي الرول هذا، ممكن بسكوتي التيراميسو المتعارف عادي جدا،
شفتوا كيف بده يتبتوا؟ ها يعني هي اول صربوط بس هيك ياخذ منكم وقت، لكن بعدين يتبتوا عادي جدا. ثاني على الداير كله نستفوه ولصقوه في بعض، تخلوش فراغات. نفرشه تاني شوية بسكوتي احنا علاش بدناها على لقطة بسكوتي، بنحاولوه على شكل تورتة يعني الجيلاتي مديرين انا بو على شكل تورتة، فهذا علاش بدنا فكرة البسكوتي هذا المجناب. يكون كيس الرملة يسهل عليكم الشغل فيه أكتر. خلاص على وشك ان نكملوهم. عندنا اتصال من اخت اميره من مدينه طرابلس. اختي اميره اسعد الله مساك. مساك طيب. نهارك طيب اختي اميره. نهارك اسعد. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير يا رب، طمنين عليك. الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت؟ الحمد لله بخير الحمد لله. شو رايك في الوصفه كي بدنا وصفه اليوم منعشه يعني؟ إيه من عشاق وصفات الباردة ولا فضلي حلويات؟ الله الرحمن نشبح فيك الضيفة محلاها عجبتني. بارك الله فيك الله يفتح عليك. وراه مازال حتى كريمة جيلاتي سهلة راه بإذن الله حتكون مرينة عليكم بإذن الله. إيه لا باينة لها سهلة إيه. الله يفتح عليك. كيف أختي أميرة؟ قلت لك معاك أنت دير معاك أنا خطوة خطوة. بارك الله فيك الله يفتح عليك. معنا لازم أجرب الوصفة. إيه عليك إن شاء الله. قلت لك تفضلي. نسألك معلش يعني من بعد إذنك. هذه طريقة الجبنة ندير فيها قداش مرة ما تجينيش باهية زي ما نبيني. أما جبنة بس أما جبنة بالضبط؟ الجبنة المالحة. جبنة المالحة بح... أنا حنعطيك طريقة مضمونة وجميلة جدا. اللي هي جبنة الفيتا. المالحة والثانية اللي ما فيهاش الملوحية. الأريج اسمها حاضر. باهي إن شاء الله. تمام عندك سؤال ثاني؟ لا سلامتك. بارك الله فيك الله يفتح عليك. خليك معنا باش نسمو لك الوصفه. علينا وعليك. شكرا شكرا لحضرتك نورتينا بارك الله فيك. تمام احنا توا هيك ثبتنا كل الجوانب. شفتوا على دور الداير وقفناهم بهذا الشكل. توا بنحط كل كميه البسكوتي عندنا في النص بنزلوها. وبنوزعها بالكشيك. وبنعطيها طغطة خفيفة بس. شو رايكم ها؟ هيك توا البارت الاول او الجزء الاول كملنا. ننتقل طول الجزء الثاني. بشارككم قبل ما ننتقل للجزء الثاني كان عندي حاجتين نسموهم قبل. احنا نسمي طريقه البصل المكرمل.
طبعا او البصل اللي يتقرمش هذا ينحط في فازو ويقعد حتى شهر ما يصير لاي شيء، يعني في سكريه او شيء او تبروير، من الوصفات الممتازه جدا. اول حاجه بتاخذوا كميه بصل، يعني اربع بصلات ثلاثه بصلات كبار، بصل الحويل بتاعنا احنا، بنقصوهم جناوح رقاق شويه، تمام؟ بنقصوهم البصل جناوح شويه، بعدين بنفردوهم، بنحاول نسلكوا كل خصلات البصل من على بعض. بنجيب هنا كمية وفيرة من الزيت، لازم تكون عندي كمية، يعني حتى في تنجرة كفصتها زيت بخلي لين تسخن. بنجي توا هنا للبصل بتاعي بمصفاي، أو ممكن تستخدموا حتى المصفاي هذا، يعني حتى المصفاي هذا كويس، بنحط فيه شوية نشا، وعلى البصل من فوق دردرة بس هيك بنشا، أو الغربال العادي بندردل عليه شوية نشا مشلبة بيدي، بعدين هيك بنحرك البصل وبناخذ بالدفعات ونحطهم في الزيت السخون، خليهم يقلي لين يبدا لونهم ذهبي، بنقيمهم بنحطهم في مصفاي، بنكرر العمليه لين البصل يجف كويس من الزيت، بعدين بناخذهم ونحطهم في تبروير، وهيك باذن الله حيكون عندكم بصل مقرمش، تستخدموه فوق الرز، تستخدموه في اي وصفه انتم حابينها. عندنا اتصال، باش نبدا توا في تحضير الجيلاتي. عندنا اتصال من خونا احمد من مدينه طبرق. خوي احمد اسعد الله مساك، مساك طيب. الله يفتح عليك يا اخي. قلت لك عندي سؤال. انا ولك تفضل. البشكوت اللي تحط فيه هو يعني كيف يكفي الدار؟ هو اصلا قاعد متابع فيك ما فهمتش من الاول. هذا البشكوت طبعا واخذناه جاهز احنا، لان شويه صعب يعني ندار في المنزل البشكوت الرول، اللي هو هذا ينباع جاهز في السوبر ماركت، في محلات الحلويات، البشكوت المتعارف هيك الرول هو هيك يجي زي تو هيك محشي بشوكولاته. لكن ممكن تستخدم اي نوع بسكوتي ثاني، يعني اي بسكوتي ثاني هم يغلف لك الجيلاتي من الجناب بس، او ممكن من غيره، ممكن حتى من غير لقطه البسكوتي راه غير احنا درناه كديكور يعني. الله يعطيك ربي يفتح عليك خوي. في تبارك الله. ومره ثانيه اخوي احمد حتطلع المكونات على الشاشه وحنزيد نذكركم بها يعني مره ثانيه. الله يفتح لك اخوي احمد، نورتنا، شكرا شكرا، بارك الله فيك. توا رح ناخذ هنا بلا مكونات الوصفه بس، لان بس في مرات ناس فاتتها الاجزاء الاولى. عندنا طبعا مكونات وجيلات رح تطلع مره ثانيه على الهواء، اخوي احمد تقدر تديها سكرين شوت او تحفظ بها، ونحن نزيد نذكر شو درنا بالضبط. توا نبي ناخذ توا احنا هنا الكريمه، عندي لترة من الكريمه الفريش تنباع في سوبر ماركت، المحلات، في محلات الحلويات، اهم شيء تكون مسقعه، لازم تكون الكريمه عندي مسقعه. نبي ناخذها بنحطها في الخلاط عندنا هنا، تكون باردة الكريمة على قد ما تقدروا، خلوها باردة بس تركب معنا، لأن احنا نديروا جيلاتي مش نديروا كريمة شانتا. المكونات أمامكم على الهواء، عندنا 400 جرام من البسكوت السادة، عليهم 200 جرام من الزبدة، عليهم لترة من الكريمة الفريش، علبة من الحليب المكتف المحلى، 2 ملاعق كبار من الجيلاتين، ملعقة من الفانيليا، 3 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة. للتقديم نحتاج البسكوت الرول اللي حطيناه من الجناب. طبعا حطينا هنا الكريمة الفريش، عندي شوية مية، عندي تو هنا عيار الجيلاتين بتاعنا، بنحط له هنا مية، مهم ان تعبي لي الجيلاتين بتاعنا بالمية بالكيفية هي. ومن مجرد ما حطينا المية عندي بنقلب الجيلاتين بتاعي فصد المية بهذا الشكل. هل بيسألوا فيا كيف التعامل مع الجيلاتين؟ الجيلاتين بسيط جدا، حطينا مية، بعدين بإيدي تو انا قاعد نقلب فيه لين يبدا زي الاسفنجه هيك، حنزيد يبي شويه ثانيه ميه. في البدايه بنحاولوه زي الهلام، هذه افضل طريقه لنجاح الجيلاتين. الجيلاتين شنو فايدته هنا؟ مش حيخلي جيلاتي يسيح، حتى بعد ما يدوب الجيلاتي حيقعد محافظ على شكله، لانه لو من غير جيلاتين معناها بيتكل فورا، وحين بو مرات يعني وقت يعطل او تقديم او شيء، فالجيلاتين حيكون عامل مساعد. شفتوه اول ولا هيك زي الاسفنجه، بنخليه لين يمص كل كميه السوائل بتاعنا ويبدا زي الاسفنجه، بعدين بندوبوه يا اما في الميكرويف او على النار. حنجوته توا احنا هنا للكريمه، عندي حطينا الكريمه الفريش، حنضربها مع بعضها لين يتضاعف حجمها. بسم الله. ما بين ما تنخفخ عندي الكريمه ويتضاعف حجمها حنمشي الفاصل قصير جدا، وبعدها راجع لكم عشان نكمل مع بعضنا باقي الوصفه. فاصل وراجع. Thank you.
شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير ما كناش عطلنا عليك. طبعا هو تحصيل حاصل ما عطلناش، يعني هو فاصل طلع انترو جانا طول. طبعا مشاهدين الكرام احنا وقفنا في الكريمة الفريش، لو تفكروا حطيناها مزيد عطيك خفقة بس بسيطة لين يضعف حجمها، مش تولي شانتة، لا نباك يضعف حجم الكريمة انتعنا. شفتوا طبعا الكريمة كيف ضربناها، أهم شيء بوهاش تبدأ شانتة تكون كي سايلة شوية، شفتوا كيف الكريمة تكون سايلة كي شوية، بنزيد عليها الفانيليا. أنا مستخدم نوع مركز جدا، فهي الفانيليا بتحطوش ملعقة كبيرة، يعني الفانيليا هي تنباع في جزمات الحلويات أصلا في شيشة زي توا، هي تنستخدم بضع قطرات منها باش ما تمرمرش الجيلاتي. قطرات بس يا أخي، هذه هالبرة مش هنحطها كلها أنا، يدوبك لا بنقلبها بس تشوفوها اكثر. شوف قداش بنحط، بضع قطرات، ها خلاص مش اكتم هيك لانها قويه شويه الفانيليا هي. تمام، لو لقيتوا المحليه تنباع في شيش مرش صغار ما نحطوا ملعقه كبيره. اللي بنضرب طبعا هنا الفانيليا مع علبه حليب المكتف المحلى. شنو فايدته حليب المكتف المحلى؟ فايدتها مش حيخلي الجيلاتي يديلكم كريستالات. شو هما الكريستالات؟ اللي تكون زي التلج في وسط الجيلاتي كده مزعجات، هذا بيخليه كريمي اكتر وفي مطط الجيلاتي. بننزل توا حليب المكتف المحلى، هو بديل ليه عادة صفار بيض وبنحط في الماكينة وقصة وعالم تاني، احنا كونا جيلاتي منزلي فحليب المكتف المحلى بديل ممتاز جدا على تجربة يعني. بنقلبهم توا مع بعض. بسم الله، هنجيب الجيلاتين وبندوبه في الميكروويف. قلبنا احنا توا هنا الجيلاتي، اصبح عندنا جاهز، حنضيف عليه الجيلاتين. وناخذ معنا اتصال من الاخت فاطمه من مدينه، ايوه السلام عليكم ورحمه الله، من مدينه مصراته. اختي فاطمه اسعد الله مساك، مساك طيب. مشكورك على هذا البرنامج وعلى الطاقه الرائعه اللي تصير فيها، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. نبي طريقه منك البيتفور، هيك تدير لنا حلقه من الحلقات. البيتفور درناه في ما سبق، درنا حلقه خاصه بالبيتفور لكن حنسموه ثاني على الهواء. ماشي ماشي ماشي. بتفور الزمني اختي فاطمه، البتفور الزمني ولا؟ نعم البتفور الزمني المحشي بالعسل صح؟ ايه حاضر باذن الله. عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا، بارك الله فيك، مشكورك على هذا، بارك الله فيك، نورتينا، الله يفتح عليك، شكرا شكرا، الله يرحم والديك، بارك الله فيك على مداخلتك الطيبه، شكرا. هذا جيلاتي الفانيليا اصبح عندي جاهز، طب نضيف لبس الجيلاتين اللي دوبناه. وزي ما قلت لكم فائدة الجيلاتين هنا مش حيخليه يدوب عندي. بناخذ صحن بنقسم الخليط لجزئين، الجزء الاول يعني نقسمه مش بالصرف بالتساوي، يعني عيني ميزاني هنا في القسمة، على الجزء هذا طبعا كوني ولد جيلاتي اليوم ما علينا، على الجزء هذا يلي قسمناه
بنضيف الشوكولاتة. الشوكولاتة طبعا عندي ثلاثة كوشيك. أي نوع شوكولاتة عندكم قابلة للدهن استخدموها، مشان تكون يعني من ضمن سلسلة المقاطعة. وبدل الشوكولاتة ممكن كاكاو عادي. يعني لما ضفنا الشوكولاتة شو بيصير هنا؟ الخليط بيشد معي شوية، يعني جيلات هنا بيبدأ شوية قاسي، يعني بحكم ان الشوكولاتة حتلم الكريمة اكتر. فممكن لو حسيناها قاسي نضيفوا لها شوية حليب، شوية بس مش اكتر، في حالة لو نبغى نخففه بس من الخليط عندنا. حتى الكريمة لو ضربناها زيادة على اللزوم ممكن نخففها بشوية حليب. تمام. طيب انا عندي هنا المكسين هما الزوز اصبحوا جاهزين. تمام. خليني تو بنجيب، وانا حنخليها واطيه بس تقدروا تشوفوها، يعني مش حنحطها في العاليه. نحبكي حسيتها شويه مش واضحه لكم. شو بنديروا تو احنا هنا؟ بنحطوا طبقه جيلاتي فانيليا في النص. حطينا طبقة من جيلات الفانيليا، تو بنحطوا طبقة من جيلات الشوكولاتة فوق هيك. طب ذيك هي طبقات. شفتوا لما نشرب جيلات الطربوس متاع زمان هذيك مموج بين الفانيليا وبين الشوكولاتة؟ نفس الفكرة حتى احنا بنديروها هي تكون هيك مموجة. وممكن تديروها أنفاس يعني نص بنص. بتشو لها صغيرة مش مساعدتني أيا، فبناخذ الأكبر. وآخر شيء الفانيليا تكون هيك على الوجه. تمام. ممكن تو احنا شو نديروا مشاهدينا الكرام؟ احنا تو هنا ممكن باستخدام ملعقة او حتى ملعقة افضل، باستخدام ملعقة بنموج هيك الاتوكي شكر وخامي كلها مع بعضها. بالكيفية هي توا هي بتخش للفريز على الاقل، على الاقل اقل شيء، اقل شيء بتخش في الفريز على الاقل 6 ساعات فريز مش ثلاجة، لين تسقع عندي ويبدا جيلاتي هيك مسقع. تمام. حناخذوها تو هي. وشفتوا انا علاش درت الصحن من اللوطه؟ هو الصحن اللي هو نقيم به، لو درتها بالبورد ونقيم جيلاتي بينزل فبتطلع من الجنب، فنديروها من نقيموها يعني من اللوطه. تمام. هذه طبعا ردوها بالشكل هو صدقي عندنا الوصفه. انا طبعا جهزت لكم واحده فيما سبق. بعد ما تسقع عندي كل ما علينا فقط نقيموا الكادر اللي فوق وتبدأ عندنا بالشكل هذا. هذه أنا جهزتها واحدة تانية، شايفين تكون عندي بالكيفية هذه. حناخدها نحطها في الفريز. أهم شيء الفريز أكدوا أنه ما فيش يعني لحوم ولا خضرة ولا أي شيء، باش تاخدش أي روائح، أو غطوها بكلينك فيم. توا بنزينوا الجيلاتي متاعنا. خلينا بس نبو الجلافز. هنزينوا توا الجيلاتي متاعنا يلي درناه. هنزينوا اي فواكه عندكم، ممكن تزينوا الفواكه المتاحة يعني او المتوفرة عندكم.
أنا بناخذ من البسكوتي هو نفسه في الأول. شوية الكرز نعطيها شوية خضار هيك بشوية ورق هيك نعناع ممكن دروب جيلاتي بنكهة مانجا زينوب بانجا دروب نكهة ليمون فستك لوتس طبعا بيكون لوتس من ضمن المقاطعة طبعا في ماركات تانية يعني ممكن هنا زينوه زي ما انتم حابين الجيلاتي متاعكم ممكن تخلوه بالشوكولاتة بس وزينوه بشوكولاتة دارك من فوق لقطة البسكوت اللي درناها من جناب مجرد للديكور ما هيش وصفة أساسية هذا درناها من جناب يعني انتم هنا زي ما انتم حابين يعني ممكن يرجع لكم يعني موضوع التزيين او كيف ما انتم حابين هذا موضوع يعني حسب انتم شو متوفر عندكم بكمش يعني تتقيدوا بالشيء معين يعني هذه كانت وصفتنا خلينا بس طبعا ناخذ هيك قطعة من الجيلاتي بتاعنا بسم الله المكونات أمامكم على الشاشة أعزائي المشاهدين الكرام لو حابينكم تدونوها وديروا لها سكرين شوت شايفين تورتة جيلاتي مميزة جدا يعني من الوصفات الرائعة تحضيرها سهل وبسيط وانا ريجيم لكن مضطر اني بندوق بصراحة ما نقدرش ما ندوقش فخلينا طبعا ندوقوا الجيلاتي بتاعنا طبعا شوفوا مشاهدينا الكرام فكرة التمويجة هي درناها هيك تلخبط الفانيليا مع الشوكولاتة تعطي هيك ميكس جميل جدا نشوفوا مع بعضنا الله يبارك جديات ربي يبارك ناخذ معنا اتصال من الأخت أم محمد من مدينة طرابلس أخت أم محمد أسعد الله مساك مساك طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخت أم محمد كيف حالك وسهلا بك الله يسلمك الحمد لله فيك. فعلا فعلا إنها وصفة مميزة وأقل ما يقال فيك إنك مبدعة الصراحة بارك الله فيك بارك الله فيك أخت أم محمد بارك الله فيك تبهرنا بوصفاتك وتجيبهالنا بطريقة مبسطة وطريقة سلسة بارك الله فيك وجزاك الله خير شكرا الله يفتح عليك طبعا هذه شهاده انا اعتز بها من حضرتك يا اختي محمد مشكوره مشكوره على مداخلتك الطيبه والله عندنا شيف زيك انت بارك الله فيك مثال للاخلاق العاليه والاحترافيه في مهنتك وتخدم بضمير بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الرحمن وربي يحفظك انا ما نبي شيء مش حنسال على شيء ضاربه اني نبي نشكر بس سلمي شكرا الله يفتح عليك كلك دوت ويحميك يا ربي
بارك الله فيك، اللهم امين يا رب. الله يفتح عليك، مشكوره جدا على مداخلتك الطيبه، الله يفتح عليك وان شاء الله يقعدوا ديما على قد المسؤوليه. يا بالشكل هذا ديما ظهرنا ديما الصراحه. بارك الله فيك، بارك الله فيك وربي يحفظك ان شاء الله. شكرا شكرا، الله يفتح عليك يا دكتور محمد، مشكوره وجزاك الله خير. شكرا شكرا، مداخلتك طيبه، الله يرحم والديك، بارك الله فيك، مشكوره على مداخلتك وان شاء الله يعني نقعدوا ديما على قد المسؤوليه. هي طبعا انا للامانه صدقا يعني ما هيش مبالغه، لكن جديات وقوفي امام الكاميرا نشوفها هذه امانه وحنتعاسب عليها في يوم ما، فنحاول على قد ما نقدر ان نعطي المشاهدين الكرام الوصفات البسيطه المرنه والجديده في نفس الوقت اللي تكونك يعني تختصر وقوفكم في المطبخ. وطبعا على الامانه يعني من الشيء المميز عندي في حياتي وبرنامج سفرتنا، فنحاول قد ما نقدر اني نعطي كل ما نقدر عليه حتى يعجبكم وينال رضاكم. شكرا اختي ام محمد على مداخلتك الطيبه، طبعا اسعدتنا جدا، بارك الله فيك. وكذلك مشكورين يعني كل من تابعنا ويعطينا في الدعم المعنوي هو يعني على الهواء، فهذا شيء يعني يسعدنا للامانه الحق، وان شاء الله نقعدوا ديما على قد المسؤوليه هذه يا رب. طبعا الوصفة يعني طعمها جميل جدا، جيلاتي الله يبارك من الوصفات المميزة جدا، وحتى شكلك رائع يعني شفت الجيلاتي يعني ما شاء الله قوامة يعني الله يبارك، يعني يكونك مسقع يعني من الوصفات إبداع حقا، إبداع يعني أمانة الحق. هذه كان طبعا وصفتنا لليوم. طبعا مشاهدينا الكرام هنسمي بس على السريع الوصفات اللي طلبت مني، وجروب الكنترول لو نسيت وصفه ذكروني. عندنا طبعا طاجين اليوناني، الطاجين اليوناني هو كل حد يدير فيه بوصفه للامانه، لكن احنا نعطيك الوصفه اليونانيه المعروفه في اثينا في اليونان. طبعا اي تغييرات بعدين ممكن تضيفوها طبعا زيتون ولا ذلك، لكن احنا نعطيك الوصفه الاساسيه. هي طبعا شرايح بطاطا تكون رقيقه مقليه او في الكوشه، عليهم شرايح من البتنجال، وعليهم خلطة تكون طبعا الطاجين اليوناني الكلاسيكي بدون أي لحوم بدون الحم أو دجاج، ولكن ممكن تديري كيمة بيضة بالمفروم لو حابة تحطيها في النص. أول شيء بتاخده طبعا الطاجين يكون مربع، بتحطوا فيه طبقة من البطاطا، طبقة من الجبنة، بعدين طبقة من البتنجال، طبقة بطاطا وطبقة جبنة وطبقة بتنجال. لو عندكم كيمة الحم أو دجاج حطوها في النص حتى معهم. في صينية بتاخذوا 4 دحيات تضربوهم كويس مع نص طاسة من الحليب، بينضربوا كويس مع بعضهم مع ملح فلفل أسود، بينضربوا بعدين بنحطوا فوقهم وبندخلوا الكوش على درجة حرارة 180 من فوق من الوطة لمدة نص ساعة. حابين نضيفوا زيتون زي ما قلت لكم حم أو دجاج، حابين نضيفوا مثلا نوع ثاني خضرة، هذا طبعا يرجع لكم. هذه طريقة وصفة الطاجين اليوناني الكلاسيكية، الطريقة الإغريقية احنا نقوله. عندنا اتصال، اخونا عبد العال من مدينه طرابلس. خوي عبد العال اسعد الله مساك، مساك طيب خوي. خوي عبد العال انت معنا على الهواء لو تسمعنا. يبدو ان قطع معنا الاتصال من خوي عبد العال، نتمنى يرجع يتواصل معنا ويسمعنا من سماعه الهاتف حتى يجي الصوت بالتزامن. معنا الاخت خديجه من مدينه نالوت. اختي خديجه اسعد الله مساك، مساك طيب. اختي خديجه انت معنا على الهواء، اسمعيني من سماعه الهاتف مش من الشاشه، الله يفتح عليك. ان شاء الله. اهلا وسهلا بك اختي خديجه. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، تفضلي. يبدو ان انقطع معنا الاتصال ايضا من الاخت خديجه، رجع معنا اخونا عبد العال. السلام عليكم اخوي عبد العال، اسعد الله مساك. كيف حالك؟ نهارك طيب، شو الاخبار؟ الحمد لله. تفضل اخوي عبد العال نسمع فيك. اخوي عبد العال انت معنا على الهواء، انقطع معنا الاتصال من اخوي عبد العال. طبعا نتمنى بس المشاهدين الكرام اللي حابين تتواصلوا معنا تسمعونا من سماعه الهاتف مش من الشاشه حتى يجي الصوت بالتزامن. بس طبعا في وصفه ثانيه المفروض طلبت مني الشباب صح ولا من غير اليوناني والبصل؟ شنيا؟ لا قلناها طريقة البصل، مش عارف انا طبعا راهو شوية دماغ بدا معاش يجمع شوية، يعني عندنا هي المفروض اعتقد في وصفة طلبت منها يعني الجبنة.
الجبنة، طلبت منها جبنة، طبعا فكرتها بروحي مش من دور الكنترول. ايوه بالنسبة لوصفة الجبنة طبعا هي طلبت منها الفيتا والجبنة الأريج. بالنسبة لوصفة جبنة الفيتا بتاخده حليب كامل الدسم يكون مش مبستر، يعني الحليب الطبيعي، يعني الحليب من البقرة طول بتاخدوها او من البقر طول بتاخدوه بتحطوه على النار لين يوصل لدرجة مش الغليان، يدفى معنا الحليب ويبدأ كي يسخن، حنطفي عليه ونخليه لين يبدأ بدرجة حرارة 37 أو 40. بمعنى لما ناخد صبعي نحطها في وسط الحليب حرارة صبعي تتحمل الحليب، تمام، أو صبعي تتحمل حرارة الحليب. بعدين بناخد حوالي 3 طبعا هذا كيال 3 لتر من الحليب، تاخذوه لحوالي 6 كوشيك من عصير الليم، هو ليم القارص، بتعصروه مع حوالي كشيك كبير من الملح، او انا في البدايه خلوها 2 كوشيك صغار من الملح ما يكونوش معبيات، بتحطوهم وبتحركوهم لين يفصل معنا الحليب. بتاخذوا شاشه ولا طرف قماشه بتحطوا الخليط بتاعنا اللي نفصل وبتخلوه يستقطر لمده حوالي 2 ساعة 3 ساعات لين يتصفى من المية كويس. بتعطوك عصرة بس وبتاخدوه وبتحطوه في صحن، اعطوها هيك ضربة بالشوكة لين هيك تبدأ عندكم زي الكريمة مع إضافة مرة من المية اللي نزلت من الجبنة، بتقلبوها لين يبدأ قوامها هيك أشبه بالكريمي لكن جاف شوية. تحطوها في القوالب، تحطوها في الثلاجة لمدة يوم، ثاني يوم حتكون عندكم مربعات من الفيتا. هنسمي وصفة الجبنة الثانية، لكن ناخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. الأخت ملاك من مدينة كاباو. أختي ملاك، ملاك أسعد الله مساك، مساك طيب أختي ملاك. أختي ملاك أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أختي ملاك. نشكرك يا شيخ على الحاجات الحلوة اللي تدير فيها، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يرحم والديك، شكرا، الله يفتح عليك. إن شاء الله عجباتك وصفتنا اليوم. معليش يا شيخ، أنا ما حضرتهاش من الأول، نبيك بالله عليك تعاودهولي طريقة التورتة. حاضر بإذن الله، حاضر بإذن الله، بعد مكالمة حضرتك راح تنزل مرة تانية على الهواء وحنسمي بالخطوات بالضبط شندرنا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، مشكور جدا جدا. بارك الله فيك، الله يرحم والديك، شكرا على مداخلتك طيبة يا أختي ملاك، بارك الله فيك، أسعدتينا، شكرا شكرا، الله يرحم والديك. بارك الله فيك، السلام عليكم، في رعاية الله، في ملا. طبعا مشاهدينا الكرام حنسمي بس وصفة الجبنة اللي نطلب مني جبنة القريش، بعدين نحط مكونات التورتة اللي درناها. جبنة القريش نحتاج لي أيضا 3 لتر من الحليب يكون مش مبستر، يعني حليب من البقرة طول أو من البقر طول، بناخدوه بنحط على النار لين نفس الفكرة يوصل لدرجة 37-40، يعني يتعقم معنا الحليب، نطفوا عليه نخلوه لين يدفى معنا. بعدين بننزلوا عليه هنا طبعا جبنة القريج هنا اللي هي من غير مش الفيتا، نحتاج لي ملعقتين من عصير الليمون، عليهم ملعقتين من الخل، وعليهم رشة ملح، لأن يعني جبنة ما هيش مالحة هلبة. نفس الفكرة بنخلوها هنا تفصل معنا، بنحطها في شاش وبنربطها لين تستقطر كل السوائل، نعطيها عصرة تانية، بعدين زي ما هي بنحطها في القالب وبنخليها في الثلاجة لمدة 6 ساعات، بعدين نقصها مربعات هيك يعني ولت عندنا جبنة. طبعا ما عادش بنزيدوه الخليط المالح، خلاص هيك ولت عندنا جبنة، احنا نسموها جبنة القريش او جبنة البيضة. لو تبوها جبنة كريمي نفس جبنة الكاسات، نفس فكرة جبنة القريش، بنحطها في الخلاط مع اضافة كشيك من الزبدة الحيوانية مع اضافة رشة ملح مع حوالي ملعقتين من زيت الذرة او زيت الزيتون مع إضافة شوية من الخليط المحلول بتاع حوالي كشيك كشكير، ومشغل خلاط وتبدأ عندنا جبنة كريمي. المكونات توا الوصفة اللي درناها اللي هي اليوم أمامكم على الشاشة، لو حابينكم تدونوها أو دولها سكرين شوت. ضربنا البسكوتي مع الزبدة، حركناهم مع بعضهم، بعدين ستفنا البسكوتي حوالين داير المجناب، ضفنا بعدين طبقة الأرضية البسكوتي، ضفنا بعدين الكريمة الجيلاتي اللي هي ضربنا الجيلاتي مع حليب مكتف المحلى، ضفنا عليهم الجيلاتين اللي حليناه بالمية
بعدين زدنا ذوبناه مع الفانيليا وملعقة الشوكولاتة. وللتقديم بدنا هيك شوية على أساس شوية كرز وشوية نعناع، طبعا اختياري أي نوع زينة أنتم حابينها. أعزائي المشاهدين الكرام، مشكورين على متابعتكم لبرنامج سفرتنا، بارك الله فيكم، إن شاء الله نقعدوا ديما هيك نعطوا فيكم الوصفات المميزة السهلة والبسيطة وأيضا لتختصر عليكم وقوفكم في المطبخ. نشوفكم على خير الله في حلقات جديدة مميزة من برنامج سفرتنا، لينا لقاء يوم الثلاثاء الجاي حنديروا مع بعضنا وصفة مميزة جدا. استنونا على الهواء مباشرة كل سبت وثلاث ساعة الثالثة مساء لعادة كل حد كل أربع ساعة حدث الصبح، والحلقة تنزل كاملة عبر صفحة سفرتنا. نشوفكم على خيرة الله في حلقات جديدة وميزة من برنامج سفرتنا، نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. Thank you.